رغم بعض التجاذبات، توافق واسع على نبذ العنف ومقاومة الإرهاب والتهدئة في الجولة الثانية من الحوار الوطني. تراجع طفيف في نسبة البطالة خلال الثلاث الأول من السنة الجارية لتستقر في مستوى 16.5%. جهود تونسية جزائرية لتحسين تدفق السياح الجزائريين نحو تونس ولتطوير الشراكة في هذا القطاع. الثامنة من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. انطلقت اليوم الجولة الثانية من الحوار الوطني ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل بين مختلف الأطراف السياسية الممثلة بالمجلس التأسيسي وغير الممثلة والجمعيات والمنظمات. ومن أبرز النقاط إنهاء تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية، وتحديد تاريخ إتمام كتابة الدستور الجديد، وتحديد تاريخ لإصدار القانون الانتخابي، وتحديد أجل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تنهي الفترة الانتقالية. سعادة سفير فلسطين ممثل أهلنا في بلدنا، القضاء على الاحتقان السياسي والاجتماعي والإسراع إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية وتوفير الأمن ثلاثي لا بد منه حسب الرؤساء الثلاثة في الجلسة الثانية من الحوار الوطني من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك تنتظر تونس من الحوار الوطني لا فقط توافقات على الدستور ورزنامة، ولكن أيضا وربما أساس ميثاق شرف يمكن لكل الأطراف من النشاط بكل أمان، وأن تستطيع غدا إن شاء الله أن تقوم كل هذه الأحزاب بحملتها الانتخابية في كل شبر من تراب الجمهورية بكل طمأنينة. فيما أكد رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أن تعميق الحوار والوصول إلى توافقات بين مختلف الحساسيات السياسية من ضمن الشروط الأساسية لإنجاح الانتقال الديمقراطي والاستحقاقات القادمة. طريقتنا في إدارة الشأن العام في هذه المرحلة تقوم على دفع الحوار السياسي والحوار الاجتماعي ودعم التوافقات بما يخفف من التشنج والصراعات والفرقة ويدعم الوحدة الوطنية. الحاضرون أدانوا التشدد الديني والعنف والإرهاب. رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قال إن قطار الانتقال السياسي موضوع على السكة الصحيحة شرط استتباب الأمن والاستقرار. الاتفاق ينبغي أن يكون صلب العملية الديمقراطية، يساند عمل المؤسسات الشرعية ولا يعوضها، وإلا فسيكون تجاوزا لإرادة الشعب. في حين اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن تونس وصلت إلى توافق وطني تغلبت معه مصلحة الوطن في لحظة فارقة تقطع مع حالة الاستقطاب السياسي وتنامي أزمة الثقة، خاصة أمام ما شهدته البلاد من اغتيال سياسي إلى الإرهاب المسلح إلى تنامي ظواهر الفساد. لقد سبق ونبهنا وشركائنا في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى مغبة التهاون في مقاومة التطرف والتأخير في معالجة أسباب الاحتقان. ودعا المجتمعون في الحوار الوطني إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية وتجنب التجاذبات والانقسامات وتوحيد الجهود عبر الإسراع في تحديد خريطة طريق واضحة ملزمة سياسيا وأخلاقيا والتعجيل ببعث رسائل مطمئنة للداخل والخارج. الجولة الثانية من الحوار الوطني، ورغم انطلاقها على قاعدة توافقات واسعة، فإنها لم تكن بمنأى عن التجاذبات التي دفعت بحركة النهضة إلى الانسحاب من قاعات الاجتماعات لتعود إليها لاحقا، كما أثارت كلمة رئيس الجمهورية المؤقت احتجاج عدد من المشاركين. حوار يجمع كل الفرقاء، جميع الأحزاب والمنظمات المساهمة في العمل السياسي من اليمين ومن اليسار ومن الترويكا الحاكمة. هكذا أراده الاتحاد العام التونسي للشغل داعم هذه المبادرة، إدراك لحساسية هذه الفترة وضرورة تجاوز الخلافات لتحقيق توافقات أصبحت اليوم أمرا ملحا مثلت القواسم المشتركة بين الحاضرين.
نحن نعتبر أن هذا المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل هو محطة أساسية لتعزيز ودعم التوافقات في البلاد. جئنا لنؤكد للجميع أننا كلنا مسؤولون على إنجاح ما تبقى مرحلة انتقالية، مسؤولون على تنقية الأجواء السياسية والأمنية والاجتماعية أيضا. رسالة سياسية واضحة على أنه فما اعتبار أسمى لكل الأحزاب السياسية اللي هو الوطن ومصلحة تونس ومصلحة هذا الشعب. على قاعدة التوافقات هذه انطلقت الأشغال وتتالت الخطابات لتشهد من جديد انسحابا مؤقتا لممثلي حركة النهضة من قاعة الاجتماع احتجاجا على ما جاء في مداخلة الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين. خرجنا احتجاجا على ما ورد في حوار وطني وبحثنا عن التوافق وتتهم شخص قاعد قدامك بين قاتل شكري بالعيد انت التحقيق انت البعث ولقينا شكون قاتل شكري بالعيد وانت الأمر. احنا خرجنا احتجاجا وليس مقاطعة لمؤتمر الاتحاد. وكما أثارت مداخلة أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المشاركين عن حركة النهضة، فإن ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية المؤقت بخصوص حق المناقبات في اجتياز الامتحانات لم يمر دون أن يخلف حالة من الاحتجاج في صفوف بعض الحاضرين. ولا أفهم ولا أقبل أن تمنع فتاة المناقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية وأن نرتهن حسن سير هذه الامتحانات بعناد مقابل عناد وتصلب مقابل تصلب وتعصب مقابل تصلب. السيد رئيس الجمهورية اللي هو أعلى سلطة في البلاد اللي هو يمثل دولة القانون واللي هو يلزم يحافظ على علوية القانون يستنكر تطبيق القانون ويستنكر قرارات المجالس العلمية ويستنكر نضالات الجامعة التونسية. وإذا كان الجامعة توقفت ولا الامتحانات ما كملناش السنة الدراسية فأنه أحمله هو شخصيا من خلال كلام تاعو هذا. أستغرب أن أناس الحقوقيين يتحدثون عن حقوق الإنسان وربما رأس مالهم الاعتباري قائم على حقوق الإنسان يستنكرون أن يؤكد رئيس الجمهورية على مبدأ حقوقي عالمي وهو مبدأ عدم التفريق بين الناس على أساس حرية لباسهم. ورغم التجاذبات التي طغت على بعض ردهات جلسة الحوار هذه فإن تخطي الخلافات وتقديم حلول ناجعة للملفات العاجلة تبقى من أوكد الأولويات. الملف الاقتصادي احتل جزءا هاما من تدخلات المشاركين في هذا الحوار الوطني، ومنها طرح خطة اقتصادية تقوم على إيجاد مصالحة اجتماعية وتفعيل العقد الاجتماعي. ألقى الوضع الاقتصادي بظلاله على الحوار الوطني، فجميع الأطراف في هذا اللقاء الوطني لم يغفلوا مشاكل الإنتاج والاستثمار وتهاوي المقدرة الشرائية وأزمة التنمية والبطالة. اليوم في وضع اقتصادي واجتماعي صعيب ندعو الناس الكل باش نتحاور نلقاو حلول، وبطبيعة الحال الوضع الاقتصادي العام والوضع العالمي خلى عدد المؤسسات اللي هي الحقيقة معناها تغادر تونس ولا تفلس، وكذلك معناها نأكد أن الإنتاجية اللي هي الحقيقة اليوم ولت مستوى ضعيف جدا. اللي ندينا به ندينا به يوم السبت وندينا به بل هو تحديد أجندة سياسي، وضوح الرؤية، الالتفاف حول الوطن، يعني توافقات اللي تخلينا نخرج من منطق عدم الاستقرار الأمني والسياسي اللي هو يرجع ثقة في المستقبل، وكل سواء مستهلك أو مستثمر داخلي أو خارجي هو يطمئن في تونس. افتتاح هذا المؤتمر الوطني شهد طرح خطة اقتصادية تقوم على إمضاء عقد مصالحة اجتماعية مؤقتة حتى حل المشاكل الاقتصادية وتفعيل العقد الاجتماعي وإنشاء سلطة جهوية متكاملة مندمجة لتصريف أعمال ولاية الجنوب التونسي. تستوفي تشغيل الوحدات الصناعية على منتهى طاقتها وتوفر العمل المباشر على أوسع مراتب الاقتدار، ويعين القطب على بعث مجموعة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أفكار جديدة لم تغير الأساسيات المطلوبة، تحديد روزنامة واضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الأجال والتركيز على حل مشاكل البطالة والتنمية وتطوير الإنتاج. ومعنا مباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة مفدى الأخبار حمادي الغداوي. حمادي، هل من تسريبات بخصوص البيان الختامي للمؤتمر الوطني للحوار في جولته الثانية؟
نعم عارم، يعني نحن في انتظار صدور البيان الختامي في صيغته النهائية. البيان تقريبا يتكون من 4 صفحات. الآن المجتمعون يعني ينظرون في الصيغة النهائية التي سيتم تلاوتها بعد قليل خلفي هنا، ولكن من التسريبات وهذا مؤكد هو أحداث لجنة للمتابعة تتشكل من الأحزاب الممثلة للمجلس الوطني الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي لمتابعة توصيات هذه الجولة الثانية، تضاف إليها طبعا الأطراف الراعية لهذا المؤتمر وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. من المسائل التي كذلك تم الاتفاق حولها وهي تخص خاصة الدستور، تغيير ثوابت الإسلام بتعاليم الإسلام مع التفتح والاعتدال والتنصيص على مبادئ حقوق الإنسان الكونية، مدنية الدولة والموازاة بين رأسي السلطة التنفيذية، ضمان حقوق احترام الحقوق والحريات، حرية المعتقد والضمير وحق الإضراب، مراجعة باب السلطة القضائية في اتجاه إقرار القضاء كسلطة مكتملة الصلاحيات. مسائل أخرى هو الحرص على ألا تتجاوز الانتخابات موفى هذه السنة، تفعيل العقد الاجتماعي، التعجيل بمسألة العدالة الانتقالية، المسائل التي تتعلق بالأمور الأمنية والتشدد والتطرف يعني الإرهاب ستناقش خلال المؤتمر الوطني المقرر عقده في منتصف شهر جوان، وهو مؤتمر يعني لمناهضة العنف. حمادي الغداوي موفد الأخبار إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة، شكرا لك على هذه الإضافات. مباشرة كنت معنا. سجل الدينار التونسي تراجعا حادا طيلة الأسبوع الفارط مقابل العملات الأجنبية سيما الدولار والأورو، أما الأسباب فظرفية وهيكلية. سجل الدينار في الأسبوع الفارط انزلاقا متسارعا مقابل عملتين قويتين هي الدولار واليورو، غير أن هذا الانزلاق لا يعتبر تاريخيا وليس بقرار من البنك المركزي، بل هو وضع فجرته بعض الأسباب. الوضع العام في البلاد، السياسة، لحد الآن ما عندناش مواعيد بالنسبة للانتخابات اللي صار في شعبي. هل هذا الكل يجعل بأنه رؤية المستثمر أو المدخر المشتري العملة أو البائع العملة تتأثر كثير؟ ومن الأسباب أيضا الطلب المتزايد على العملة الصعبة لعدد من الشركات العمومية لتوريد النفط أو المواد الغذائية، بلغ بلغة الأرقام حوالي 400 مليون دولار، طلب فانزلاق قد يدفع التصدير. ولكن الانزلاق نتاع الدينار زاد يعني عنده انعكاسات سلبية، ما عندوش كان انعكاسات إيجابية، وأساسا انعكاسات سلبية نتاعه هو أنه يعني أسعار بالدينار نتاع المواد المستوردة يعني تطلع تصعد، وبالتالي يكون نتيجته التضخم. أمام هذه الوضعية استعمل البنك المركزي صلاحياته كسلطة تعديلية. رأينا السوق، السوق أرادت الآن الحمد لله الاثنين الثلاثة الأربعة حتى للبارح قعدنا نتبعه ولقينا بأنه اركح السوق، لكن المنح التنازلي مازال موجود. إيقاف نزيف الانزلاق رهين أوضاع تتعدى الوضع الاقتصادي، فالعملة مرآة لسلامة أمن البلدان واستقرارها ووضوح سياساتها وصلابة اقتصاديتها. تفعيلا للمرسوم عدد 1 لسنة 11 و2000 الخاص بالعفو العام، تعلم مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة المؤقتة عن تشكيل لجان بكل الوزارات مهمتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2013، ويشمل بناء هذا المسار المهني كل من بلغ سن التقاعد ولم يلتحق بوظيفته. كما تسجل رئاسة الحكومة المؤقتة الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر جوان القادم، وإقرار تدخلات عاجلة لفائدة عدد من المنتفعين بالعفو العام ذوي الدخل الضعيف أو المنعدم، والحالات الاستعجالية عبر صرف منحة تدفع على أقساط مع تمكينهم من التغطية الصحية ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة. وقد تشكلت للغرض لجنة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لتحديد قائمة المنتفعين بهذه التدخلات العاجلة.
خلص المعهد الوطني للإحصاء إلى أن المؤسسات المرتبطة بالسوق الأجنبية هي الأكثر إسهاما في إحداثات الشغل. جاء ذلك في ندوة قدمت نتائج دراسة حول ديناميكية مؤسسات القطاع الخاص، وعرضت أحدث المؤشرات الاقتصادية ومنها المتعلق بالتفاقم الطفيف في العجز التجاري. بصفر فاصل 2 من النقاط انخفضت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتبلغ 16.5%، نسبة ترتفع في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى أكثر من 33%. هذا رغم أحداثات الشغل، فقد فاقت حسب نتائج المسح الوطني حول التشغيل 25,000 موطن شغل في قطاعات اقتصادية مختلفة. القطاع العام فيه قرابة 8,000 مواطن شغل جديد، المواطن الشغل الباقي هي في القطاع الخاص، ولكن كي نقولوا قطاع خاص هو متكون من عديد من القطاعات. فما قطاعات ساهمت بشكل إيجابي في إحداثات الشغل، كما مثلا قطاع الفلاحة 6,000 مواطن شغل جديد، كما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فما 12,000 مواطن شغل جديد، وفي المقابل فما قطاعات أخرى نقصوا فيها عدد المشتغلين، معنا خسرنا مواطن شغل. نذكر لك على سبيل المثال قطاع الصناعات غير معملية قرابة 5,000 مواطن شغل، وقطاع النسيج والملابس كذلك تراجع. إحداثات اقترنت بتطور في الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثي الأول لهذا العام ب 2.7 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بموجب نمو عدة قطاعات إنتاجية مثل الخدمات المسوقة والصناعات المعملية، وتراجع طفيف لقطاعات أخرى مثل المناجم. رغم الانتاج تراجع نحاولوا نحافظوا على بعض الاسواق اللي قعدنا نتعاملوا معها. تعرف برشا كلام قال على خسرنا برشا اسواق في التصدير، فهمت؟ وعندنا بعض يعني بعض البلدان القريبه لنا كما المغرب اخذت معناتها حصص كبيره في هذا الانتاج، لكن هذا ما منعناش ان نحافظ على بعض الاسواق، واللي الارقام تبرز اللي هناك ارتفاع في صادراتنا من الفصات في حدود 16% الى حد الاربع اشهر من سنه 2013. وطبعا المسح الدوري للاسعار عند الاستهلاك العائلي، فقد استقر نسبة التضخم في حدود 6.4% خلال شهر أبريل، أي أنها انخفضت بشكل طفيف. قام أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل في ولاية قفصة بحركة رمزية احتجاجية، عرضوا خلالها شهائدهم العلمية للبيع. فاق السيل الزباء، هكذا صرخ العاطلون عن العمل من ذوي الشهادات العليا. تهاطلت القطرات حتى باتت سيلا أفاض كؤوس صبرهم، فاحتجوا بطريقتهم ففتحوا مزادا لبيع شهائدهم العلمية ضمن حراك احتجاجي أمام مقر ولاية قفصة. هو عرض رمزي للبيع، خطر المسألة فقط حدها مسألة ديما نأكد إن هي جهوية وطنية. فينا شكون مستني 10 سنين باش يخدم بالشهادة هذه؟ ما فماش خدم، ما فما حد شيء في هالبلاد، معناتها لوين ماشيين بالناس البطالة؟ صبرنا وقلنا ما يسالش تبدل، وجينا وزرة وقلنا توا البلاد تتحسن، تحسن حد شيء. عباد ما شاء الله واحد تلقى عنده 7 أو 8 شهيد، اش باش يعمل بيهم؟ أونفا باش نبيعوهم، وكا هو معناتها الحل الوحيد لقيناه. دعوات عديدة متنوعة قديمة تتجدد، وآثار اجتماعية ونفسية، ومطلب واحد نادى به العاطلون: لا نريد سوى عملا. نطالبوا بمشاريع كبرى، يعني نطالبوا بتكنوبول، نطالبوا بمشاريع اللي هي يعني تبصر بأكثر ما يمكن من البطالة، 16,000 بطال في قفصة. أينما ذهبوا غلقت دونهم الأبواب، ويأس بدا على وجوه البعض، لكن الإصرار يبقى قويا رغم الوضع العصيب حسب تصريحات المحتجين. معناتها احنا حبينا نشيروا اني راهي بالنسبه لجهه قفصه راهم اصحاب الشهيد العليا مش ماخذين حق مضامين. 16,000 عاطل عن العمل من اصحاب الشهائد العليا بقفصه، وافاق بدت لا امل فيها حسب المحتجين الى ان ياتي ما يخالف ذلك. استعدادا لانطلاق موسم الاصطياف ببلادنا، وفي إطار الحملة الترويجية للسياحة التونسية، يزور وفد تونسي يترأسه وزير السياحة وتتصدر الجزائر وتتصدر الجزائر المراتب الأولى من حيث عدد السياح الوافدين إلى تونس. طمأن وزير السياحة التونسي جمال قمر السياح الجزائريين باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين وضمان الترتيبات اللازمة من أجل موسم اصطياف آمن، وذلك خلال لقائه بنظيره الجزائري
محمد بن مرادي. الجانب الأمني وهو هام جدا لتأمين أهالينا وزوارنا في كل الأماكن من انطلاقا من نقاط العبور إلى الطرقات إلى المنشآت السكن والكل. المسألة الثالثة مهتم بها هي الخدمات، الخدمات داخل منشآتنا السياحية والعمل للاستجابة إلى انتظارات كل الحرفاء متاعنا. وإذا كانت تونس تستقبل سنوياً ما يقارب 1,000,000 سائح جزائري، فإن توافد السياح التونسيين على الجزائر يبقى محتشماً رغم الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها الجزائر. حابين في فترة انتقالية ولما لا على المدى الطويل باش نعمل مع بعض وتكون منتوجات، مثلا يجوا وفود تاع السواح يجوا لتونس في نفس البرنامج يكون عندهم تنقلات إلى مناطق في الجزائر. وكالة السفر بدورها تسعى للتسويق للوجهة السياحية التونسية من خلال عروض وتحفيزات مغرية، سعيا منها لاسترجاع نشاطها المعهود والذي وصل إلى مستويات قياسية بداية الألفية. اليوم رانا نديروا في برامج بمعية الإخوة التونسيين، يعني نو بارتنر التونسيين، لإعادة هذا مسافة تشجع الجزائريين أنهم يروحوا لتونس، والكاليتي سيرفيس يعني اللي في الأوتيلات بتونس مغرية. على الرغم من المتغيرات الحاصلة في تونس، إلا أن جل المؤشرات تدل على أن السياح الجزائريين ستكون وجهتهم الأولى هذه السنة أيضا تونس. ومن المنتظر أن يفتح الاجتماع المقبل عالي المستوى بين مسؤولي البلدين آفاقا مستقبلية رحبة للتعاون الثنائي في هذا المجال. ريم أي تيغرين، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر. انعقدت اليوم جلسة عمل وزارية برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا سعيدي للنظر في مشروع قانون يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وانبثقت عن الجلسة توصية بالمصادقة على جميع الفصول المتعلقة بتكفل الدولة بمصاريف العلاج والتداوي والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما أوصت الجلسة بمواصلة اللجنة الفنية تعميق النظر في المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل عرض هذا القانون على مجلس الوزراء. قانون تطهير القضاة والمحاماة قانون أساسي جديد يطرح على المجلس الوطني التأسيسي. مشروع القانون الذي كان بمبادرة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف حسب ما جاء في أحكامه إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب والمال العام في النظام السابق. من بين ما جاء في مشروع قانون تطهير القضاة والمحاماة أن تتولى لجنة التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين والمحامين بناء على ما يبلغ إليها من معلومات حول شبهة الفساد المالي أو التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام غير قانونية والبحث في ملفات التحيل والتوسط في الارتشاء ونحوها من التجاوزات، مع البحث في الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق. تساؤلات النواب اتجهت نحو مدى إمكانية استيعاب هذا القانون في قانون العدالة الانتقالية، خاصة في ظل ما يطرحه من إشكالات. من سينظر في الانتهاكات هم قضاة ويقع اختيارهم. هنا طرحت كيف سيقع اختيارهم، هل من الضروري إحداث لجنة أو بعث لجنة لاختيار هؤلاء القضاة؟ هل اختيار القضاة يكون ضمن منظومة تطهير وغربلة، أم أنه يكون في إطار أيضا القطب القضائي اللي وقع بعثه من طرف وزارة العدل؟ خبير دولي فيما يعرف بغربلة القضاء بيّن أنه يمكن أن يشمل هذا القانون في قانون العدالة الانتقالية، ولكن يبقى لكل بلد شهد انتقالا ديمقراطيا خصوصيته. بعض النواب رأى أن القضاء ليس في حاجة إلى إصلاح بل إلى رفع الساسة ليدهم عنه. ضغوطات سياسية كانت مهيمنة عليه تفرض عليه اتجاهات تبتعد عن المهنة وتبتعد عن الضمير والنزاهة وتصبح مستجيبة للقرار السياسي الفاسد. عندما سقط النظام هل رفعت يد السياسة عن القضاء وعن المحاماة؟
السياسة لم ترفع، لم ترفع يد السياسة. اللجنة سينتخبها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية ويعاقب بالسجن من 2 إلى 5 سنوات كل من يمتنع عن مدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها. غموض بعض الفصول المتعلقة بمشروع قانون العدالة الانتقالية استوجب ضرورة الاستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية للمشروع، وذلك من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وتناول تاريخ 20 مارس 1956 كانطلاق تطبيق العدالة الانتقالية عوضا عن غرة جان في 55. الأعضاء برروا ذلك بأن الاختيار تم من قبل سلطة الإشراف وبالعودة إلى نتائج الحوار الوطني، كما قدموا بعض الإيضاحات المتعلقة بالفصل 12 من المشروع والمتعلق بخصوصيات بعض الأسلاك على غرار السلك العسكري والأمني، ليتم اقتراح إعادة إدماجهم برتبهم ولكن في إدارات أخرى. وأشاروا إلى صعوبة بعث دوائر قضائية في صلب المحاكم، حيث وقع اقتراح إعادة تكوين قضاة وتأهيلهم للغرض، وذلك لعدم توفر الإمكانيات اللوجستية. أكد الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة خلال ندوة صحفية أقيمت بمسجد الرحمة بحي الخضرة أن أنصار الشريعة سينظمون ملتقاهم الثالث يوم الأحد المقبل في مدينة القيروان دون طلب أي ترخيص من وزارة الداخلية. قال الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة سيف الدين الرئيس خلال ندوة صحفية إنهم ماضون في تنظيم المؤتمر الثالث لأنصار الشريعة بالقيروان، واعتبر الرئيس أن الدعوة إلى سبيل الله لا تحتاج إلى ترخيص. يعني شيخ وحده وقت اللي كلموه الناس وتصدي أعيان من القيروان قرر أنه مشى وحده وعمل إعلام وليس ترخيصا، وهو يؤكد على هذا الأمر، قام بإعلام أنه سيكون هناك ملتقى باسم الجمعية. أما أنصار الشريعة ووضحنا له هذا، قلنا له شيخ نحن غير موافقين على ذلك. الرئيس حذر الحكومة الحالية من استعمال الحل الأمني لمنع ملتقى أنصار الشريعة. أعملوا ضغط كما تحبوا، بقدر ما يكون الضغط قويا بقدر ما يكون الانفجار قويا. أضغطوا كما شئت، بقدر ما يكون الضغط قويا بقدر ما يكون الانفجار قويا. حاجة أخرى، نحن نعتقد أن هذا الكل صار بعد الزيارة المباركة الطيبة الرائعة التي قام بها موظفو بنك النقد الدولي إلى تونس. ونعرف فمش حتى قطوس يصطاد الربي، فما بالك بوحوش المال والاقتصاد. إذا طبق شرع الله تبارك وتعالى، من اعتدى على المساجد، من منع الدعوة، من تصدى للروضات القرآنية وغير ذلك، كله سيحاسب. وأكد الرئيس أن العالم سيشهد تغييرات عديدة في السنوات المقبلة، متوقعا وصول أنصار الشريعة إلى الحكم خلال الأعوام القادمة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة إن المؤتمر من المنتظر أن يشهد مشاركة 50,000 شخص، إضافة إلى إمكانية بث كلمة مسجلة لزعيم تنظيم أنصار الشريعة سيف الله الحسيني المعروف بأبي عياض. ونعود مباشرة إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث تتم تلاوة البيان الختامي للمؤتمر الوطني للحوار في جولته الثانية. مواجهة الإرهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه، ومنها التي تشاع فكرة التكفير كجماعة أنصار الشريعة والجماعات المماثلة لها، يعلنون في مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف الذي سينعقد بتونس يوم 18 جوان 2013. يعبر المشاركون عن إكبارهم وتثمينهم لما تقوم به قوى الأمن الداخلي والجيش الوطني لمواجهة أعمال الإرهاب والتخريب، ويعبرون عن ترحمهم على أرواح الشهداء ومواساتهم لعائلاتهم وتضامنهم مع الجرحى منهم. سابعا، في العدالة الانتقالية، يطالبون بالتعجيل بإطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل قانون العفو التشريعي العام. ثامنا، في حول أو أخيرا حول لجنة متابعة الحوار الوطني، يقرر المشاركون تكوين لجنة تضم الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الداعية لمؤتمر الحوار الوطني، تسهر على تفعيل هذه التوافقات وتعمل على بلوغ توافقات جديدة فيما يخص بقية القضايا العالقة والخلافية. شكرا.
وسنعود لفحوى هذا البيان في نشرتنا القادمة. هو أول كابل بحري خاص سيتم مده بين تونس وأوروبا بمقتضى اتفاقية شراكة وقعها اليوم مشغلة الاتصالات الخاصين تونسيانا وأورانج تونس. هذه الاتفاقية بمبادرة وطنية من أجل سعة إضافية لنفاذ إلى شبكات الاتصال العالمية وبأسعار مدروسة. لاتصالات تونس ثلاث كوابل بحرية تربطها بأوروبا. اليوم تعزز تونس استغلالها أكثر لهذه الألياف البصرية عبر إبرام شراكة بين تونسيانا وأورانج تونس من أجل مد أول كابل خاص عابر لمياه البحر الأبيض المتوسط الذي سيربط على امتداد 170 كيلومتر مدينة قليبيا بمدينة مازارا ديل فالو الإيطالية. ليس لتونسيانا ولا لأورانج تونس كابل بحري، وبالتالي فكرنا في هذا الموضوع وانطلقنا مع تونسيانا في هذه الأشغال وتوصلنا إلى هذا المشروع المشترك للكابل البحري. ديدون اسم الكابل الجديد، ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال في شهر ماي من السنة القادمة بفضل شراكة مع أكبر مسدي الخدمات في أوروبا أنترروت، وذلك لتأمين سعة إضافية، إذ يمكن أن تصل طاقته إلى 16 تيرابايت في الثانية لكل مشغل، وهذا هام مع الارتفاع المتزايد لحركة الربط الدولية خاصة على مستوى الانترنت. هو استثمار هام يمكن من رفع سعة الانترنت بين تونس وأوروبا. هو أيضا استثمار ضخم في البنية التحتية، وهو يعكس تفاؤلنا بتنامي عدد مستعملي الانترنت وبمناخ الاستثمار بالبلاد. ومن مزايا هذا الاستثمار أيضا توفيره لخدمات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة. يدعم أكثر سلامة والتأمين الاتصال الخارجي لتونس، بشدفع أكثر إلى منافسة أنه حتى ترشيد الأسعار وتخفيض خدمات الاتصال في تونس خاصة الخارجية. كابل ديدون الذي تبلغ تكلفته نحو 20 مليون دينار يمنح إذن خيارات نفاذ جديدة للتونسيين إلى شبكات الاتصال العالمية، وبالتالي يدفع باتجاه تعزيز قدرة القطاع ككل على المنافسة. تم اليوم بمقر وزارة الخارجية التوقيع على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتقني بين تونس والصين، وبموجب هذه الاتفاقية تتمتع تونس بهبة مالية من الحكومة الصينية بقيمة 20 مليون دينار ستخصص لتمويل المشاريع التنموية التي سيتم تحديدها في وقت لاحق من قبل الطرفين. وزير الخارجية عثمان الجرندي قال إن هذه المشاريع تأتي في إطار التعاون بين البلدين، ومن بينها مشروع قناة مجردة والوطن القبلي والأرشيف الوطني والمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، فضلا عن التجهيزات الطبية الصينية. دوليا، وفي العراق قتل 14 شخصا وأصيب العشرات في انفجار ثلاث سيارات مفخخة بأسواق شعبية في بغداد، وكانت تفجيرات مماثلة ضربت بغداد ومدن أخرى وأسفرت عن مقتل 34 شخصا وإصابة العشرات. أدى انفجار ثلاث سيارات مفخخة هز أسواقا شعبية في بغداد إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر. ووفقا لمصادر أمنية وطبية، فإن سيارتين مفخختين انفجرتا في سوقين مزدحمتين في مدينة الصدر شمال بغداد، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 18 آخرين، فيما استهدف الانفجار الثالث سوقا صغيرة بحي الكمالية وأسفر عن مقتل 3 آخرين. موجة العنف هذه اندلعت على خلفية الصراع بين الحكومة بقيادة الشيعة والعراقيين السنة الذين يتهمون الحكومة بهضم حقوقهم، وقد ازدادت حدة التوتر بعد هجوم القوات الحكومية على معتصمين سنة الشهر الماضي شمال البلاد مخلفا قتلى وجرحى. أما المدنيون العزل فهذه عينة من مواقفهم من تلك الهجمات. شنو ذنب بالعالم هاي اللي صار هسه؟ هاي الناس الشهداء راحت، هاي الغراض تفلشت، هاي البيوت، شنو السبب على اليمن؟ يعني عمل هذا يجون على الفقراء، على الناس المحتاجة، على القوت اليومي، احنا شنو ذنبنا؟ هذه الهجمات وإن لم تتبنها أي جهة إلا أنه وفقا لمراقبين السياسيين فإن أسلوب السيارات المفخخة يبقى طابع الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة، فيما عزى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تصاعد وتيرة العنف إلى الصراع الطائفي الدائري بالبلاد محملا حزب البعث المنحل المسؤولية عنها.
استدعى الرئيس المصري محمد مرسي وزيري الدفاع والداخلية لاجتماع عاجل لبحث مضاعفات وواقعة اختطاف 7 جنود من قبل مجهولين في شبه جزيرة سيناء. وفيما تواصل قوات الأمن المصرية تعزيزاتها خشية تهريب المخطوفين إلى خارج البلاد، بدأ التفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح الجنود. على نبأ اختطاف 7 من جنود الشرطة والجيش بشمال سيناء، استيقظ المصريون صباح الخميس لتتوالى التكهنات حول الحادث الذي أثار استنفارا أمنيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة، فيما قالت مصادر أمنية إنه يهدف للضغط مقابل إطلاق سراح السجناء متشددين. تصفية موقف سجناء عرب سيناء دي مشكلة قائمة منذ قيام الثورة، وحصل عليها عمليات كتيرة جدا مضادة لأجهزة الأمن عشان محاولة إفراج عن هؤلاء السجناء، وبالتالي ابتدت في عناصر داخل سيناء تتحرك عشان تضغط على النظام أو السلطة عشان تبتدي توصل إلى حلول جذرية لهذا الموضوع. وفيما تجرم مفاوضات بين جهات سيادية والخاطفين، استدعى الرئيس وزيري الدفاع والداخلية لبحث الأمر، فيما أدانت حركة حماس الحادث وأبدت وزارة داخلياتها استعدادها للتعاون الأمني مع مصر. إذا كانت الحدود المصرية مخترقة من جانب حماس وهم ليهم رغبة في المساعدة، فأعتقد أول شيء ممكن يساعدون هم يرشدوا عن هذه الأنفاق ويساعدوا في إغلاقها، ويساعدوا قوات المصرية قوات المسلحة المصرية في أنها تطهر هذه المنطقة من هذه الجيوب. من جهة أخرى، كشفت تحقيقات السلطات المصرية مع أعضاء خلية إرهابية ضبطت مؤخرا أن بعضهم من الهاربين في أحداث اقتحام السجون خلال الثورة، وأنهم خططوا لتنفيذ عملية إرهابية ضد الجيش بسيناء وتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية بالقاهرة. مفيش خلايا لتنظيم القاعدة في مصر، ولكن هم عناصر تمام مرتبطة بالعناصر الخارجية ومقتنعين وبينتهجوا فكره، إنما خلية موجودة في أو في مصر مفيش. وقائع جديدة تلقي الضوء على تراخي الأوضاع الأمنية بسيناء وتفرض تحديات أمام الحكومة الحالية لمواجهة جماعات العنف المتشددة التي تحاول زعزعة استقرار البلاد. من القاهرة، أحمد فؤاد، التلفزة الوطنية التونسية. مر قرن وربع على تأسيس متحف باردو. منذ ذلك الزمن تعاقبت على المتحف فترات ومراحل عاش خلالها عمليات ترميم وإصلاح وإعادة تنظيم لفضاءاته. اليوم وبالمناسبة تعرض وثائق فوتوغرافية نادرة عن البدايات، بدايات واحد من أشهر المتاحف والذي يضم أكبر مجموعة فسيفسائية في العالم. لوحة تذكارية لافتتاح متحف باردو المسمى وقتها المتحف العلوي. من هذه اللوحة تبدأ الرحلة نحو سنة 1888، وقتها التقطت آلة التصوير الفوتوغرافية هذه جملة من الصور ووثقت لي بداية إنشاء المتحف الوطني بباردو. وهنا أول مثال هندسي لتهيئة المتحف، الصور جمعها ووثقها ورتبها بوانسو. فمن هو هذا الرجل؟ بونسو هو باحث فرنسي في علم التراث أبا عن جد، اشتغل في متحف باردو وعمل على تطويره وخاصة جناح الفنون الإسلامية، وذلك في الفترة ما بين 1880 و1915. معرض لقرابة 50 صورة تخرج للعموم لأول مرة منذ حفظت بالمعهد الوطني لتاريخ الفن بفرنسا. فهذه اللوحة الفسيفسائية التي تزين واجهة البهو الكبير بالمتحف الآن بعد ترميمه تبدو في الصور القديمة تحتل أرضية قاعة سوسة. ولوحة فيرجيل الشهيرة لم تفقد شيئا من نظارتها، هي اللوحة الوحيدة في العالم لهذا الشاعر وهي من نفائس المتحف. هو متحف باردو يضم أكبر مجموعة فسيفساء في العالم اللي هي تقارب مساحتها أكثر من 5000 متر مربع، يعني قرابة 500 لوحة معروضة حاليا بالمتحف. كذلك من أهم مجموعات المنحوتات في العالم الرومانية والإفريقية الرومانية، بالإضافة إلى المجموعات الإسلامية والبنية وحتى ما قبل التاريخ. الصور المعروضة تمثل جزءا بسيطا من مجموعة هامة من الصور تعتبر ثروة لا مادية تقيم الدليل على تجذر تاريخ هذه الأرض وارتوائها منذ آلاف السنين من نبع الحضارات المتعاقبة. بهذا مشاهدينا الكرام نختم النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رغم بعض التجاذبات، توافق واسع على نبذ العنف ومقاومة الإرهاب والتهدئة في الجولة الثانية من الحوار الوطني.
تراجع طفيف في نسبة البطالة خلال الثلث الأول من السنة الجارية لتستقر في مستوى 16.5%. جهود تونسية جزائرية لتحسين تدفق السياح الجزائريين نحو تونس ولتطوير الشراكة في هذا القطاع. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.